وبشأن استمرار معاناة النازحين في العراق ومعوقات عودتهم إلى مدنهم، تنضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الناشطة في حقوق الإنسان آمال الظفيري. أهلا ومرحبا بك ست آمال. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا. أهلا بك. إلى متى سيبقى العامل الأمني هو المعوق الرئيسي لعودة النازحين إلى مدنهم؟ مرحبا بكم. هذا العامل الأمني طبعا هو مختلق، يعني والمناطق اللي ما بيها مشاكل شنو صار بيها؟ مثلا رجعوا نازحين يعني لبيوتهم، يعني ديالة بيها نقول دي يقولون مشاكل. طيب والموصل والأنبار هذولا مو بيها يعني نازحين، ليش ما رجعوا؟ أنا أعتقد يعني هي ديالة راح تاخذ دورها، راح تصير مثل الموصل ومثل باقي المناطق، بها ميليشيات طبعا هي اصلا تابعه للدوله، وهو بالنهايه يعني نسمي التغيير ديموغرافي، تقدر تسمي ايش تسمي. نعم نعم. في البعد الامني في ازمه النزوح، الحكومه تقول إن الإرهاب هو السبب، فيما يقول النازحون إن الميليشيات هي السبب. من أي الروايات أقرب إلى الحقيقة بموجب الوقائع التي لديكم؟ طبعا الإرهاب صار حجة الإرهاب. طيب راح الإرهاب، كان أكو حجة وصارت مثلا بالموصل، مثلا بغير مناطق راح الارهاب، بس المناطق هذه امنه ما بيها ارهاب، ليش ما يرجعون الاهالي لديارهم؟ هو تغيير ديموغرافي، وهو عمليه طائفيه يعني، وطائف باحتراف. ميليشيات ايرانيه، اصلا ميليشيات ايرانيه ايش تسوي بهذيك المنطقه يعني؟ بعد اربع سنوات ما روايه ارهاب. نعم، بعد أربع سنوات من إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم. طيب، بعد أربع سنوات من إعلان الحكومة إنهاء الإرهاب والانتصار عليه، ومع وجود كل هذه الجيوش الجرارة، هل يعقل أن الأمن لم يؤمن إلى المدن المستعادة حتى يستطيع النازحين من العودة إلى مدنهم؟ أستاذي، هذه حجة. لا. الأمان موجود وهذه المناطق كلها مؤمنة. طيب عوفك من النازحين، هي الدولة لو فرضا لو تريد فعلا أنه هذول النازحين يرجعون، ليش من حد هسه مثلا أكو آلاف الجثث تحت الأنقاض، ليش ما بتطلع هذه الجثث؟ ليش ما ترجع الحياة لهذه المدينة حتى نقول فعلا هي الدولة مهتمة ترجع النازحين؟ هذه حجج. هذه شنو 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 ارهاب؟ شنو امنة المناطق هذه؟ وامنة جدا، والدليل اخر مرة صارت المشاكل ودخلوا الصدرين على المنطقة الخضراء، غالبية السياسيين هربوا الى وين؟ هربوا الى الانبار، وهربوا هذيك مناطق امنة، اكثر امان صارت من المناطق الجنوبية بالعراق. لا. هل تعتقدين أن بقاء النازحين وعرقلة عودتهم بحجة الأوضاع الأمنية هو حقيقة مصلحة مخفية لهذه السلطة الطائفية لتثبيت واقع التغيير الديموغرافي القائم بأدوات وأدوات مباشرة وأدوات غير مباشرة منذ عام 2003 وحتى اللحظة؟ هو هذا طبعا هذا مقصود، تغيير ديموغرافي، هذه عملية إبادة، هذه بالأعراف الدولية اسمها إبادة، اسمها تغيير ديموغرافي. هسه أكو سلطة احتلال، مدت نقدر نسوي مثلا تحقيق دولي، مقابر جماعية، ترى هذه المقابر الجماعية اللي قاعد تطلع يومية، مو بس هذه، أكو مقابر جماعية، وناس جتي هنا لأوروبا وقالت أكو مقابر جماعية، بس يعني رافضين يفصحون عنها الأغراض أمنية. مقابر جماعية موجودة، هذه تصفيات متعمدة، تصفيات طائفية،
ما في اكو مصالح اقتصاديه طبعا، هذه احنا قلناها بالمرات السابقه، هذا مصدر للفلوس، هذه النزوح وناس رايحه ناس جايه، سياسي رايح مصدر للفلوس، هذا مصدر استعملوه لاغراض سياسيه ايضا النازحين. وطبعا السياسيين السنه ابدا ابدا ما ما ما, ما ما ابرئهم من معاناه النازحين ابدا. نعم. الناشطه في حقوق الانسان السيده امال الظفيري من ستوكهولم عبر الهاتف، كنت معنا في بانوراما الرافدين، شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا.